مصر علاقة تخطت مفهوم العلاقات الثنائية الطيبة التي عادة ما تربط بين الدول إلى مفهوم العلاقة الاستراتيجية الراسخة. فكل من الإمارات ومصر لديهما التزام مطلق بهذه العلاقة، ويمكنهما الاعتماد على بعضهما البعض بغض النظر عن التطورات الجيوسياسية وتقلبات السياسة. وما يميز العلاقات بين البلدين استمراريتها وإيجابيتها، رغم أن منطقتنا لطالما مرت بتوترات سياسية وتجاذبات عديدة، إلا أن علاقة مصر والإمارات بقيت ممتدة وتزداد ثباتاً وقوة منذ عهد المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والرئيس أنور السادات، وحتى يومنا هذا، حيث تشهد العلاقات الثنائية دفعة قوية برعاية مباشرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وعلى مدى 50 عاماً الماضية حافظ البلدان على تعزيز وتوطيد